حد بصوته نازي يعطيه بجدية. في سهرات فنية يحاول المترشحون للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية تقديم برامجهم الانتخابية لإقناع الناخبين، حيث تحاول الأحزاب السياسية في موريتانيا استغلال جميع الفرص لتمرير رسائلها الانتخابية، وتركز على وسائل الإعلام العمومي. بابو إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض. سير الحملات، الخطوط العريضة، الخطابات، المواد اللي تصلح كمادة إعلامية اشتدت أخبارها، وكان النقاش أيضا حاضر فيه اللي قالوا الحصص المجانية اللي موخضين على التلفزة وعلى الإذاعة اللي متعلق بالمادة اللي موخضة الإعلام بصفة عامة، الإعلام الخصوصي، الإعلام العمومي، عن ما فات تغير شيء في الخط ولا فات تغير شيء في المساحة. السلطة العليا للصحافة والسمعية البصرية تلعب دورا محوريا في تمرير رسائل المترشحين عبر وسائل الإعلام في موريتانيا، حيث تشرف الهابا على متابعة المواد الإعلانية للأحزاب المتنافسة وبرمجتها للبث عبر مؤسسات الإعلام العمومي. حوا ميلود عضو السلطة العليا للصحافة والسمعية البصرية. السلطة العليا استأبت بحكم تجربتها على تنظيم هذه الحملات الانتخابية لعدة سنوات، وأصبحت هناك خبرة تراكمية في هذا المجال بما يعني مجال الحصص المجانية. هناك أولا سأتكلم عن المراحل التي تمر بها العملية بشكل عام. أولا هناك المرحلة الأولى هي مرحلة التشاور مع الجهات المشتركة بالعملية الانتخابية بشكل عام، وفي هذا الإطار يتم الاجتماع باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واجتماع مع الحزاب السياسيين، واجتماع مع المؤسسات الإعلامية العمومية والمؤسسات الإعلامية الخاصة، وذلك من أجل التشاور ووضع خطة مشتركة للعمل وتنظيم هذه الحصص المجانية وتنظيم أيضا التغطية خلال فترة الحملة الانتخابية. في الحصص المجانية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام العمومي تقدم الأحزاب السياسية برامجها الانتخابية وتعرف بمرشحيها في مختلف الدوائر، وتسعى هذه الأحزاب لانتهاز فرصة هذه المساحة الدعائية لإقناع الناخبين. سيدي والعيلال ممثل حزب الرباط على مستوى الهابا. إن شاء الله عندما نعلن العملية كاملة تكلل بالنجاح، وأعلن الجميع يعود يصب في غالب واحد، وهو تصحيح الأخطاء اللي كانت تخلق أصلاً، وتحسين الخدمات خصوصاً هذه الخدمات المجانية اللي هي حق للأحزاب السياسية، تعريف برامجهم والترويج لأفكارهم ومحاولة الوصول إلى الناخبين على عموم التراب الوطني. في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي تشهدها موريتانيا في 13 من الشهر الجاري، يتنافس 25 حزباً سياسياً لنيل ثقة أكثر من 1,700,000 ناخب. وتعرف هذه الانتخابات للمرة الأولى انتخاب لائحة برلمانية من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. الشخان السيدي، مدينة نواكشوط.